دي اوضه البنات صح؟ ايوه اه انا كده عارف كويس. دي اللي كانت دي اللي كانت على ايامكم ولاد. دي اللي كانت على ايامكم ولاد. حبيبي يا عباس هاري معاك معايا انت. يا انت ما بتسويش يا السلام عليكم. اوضه البنات ده الستور بتاع هايدي بتاع الهدايا. عامله محلين مش عايز ترجعي حاجه مصر؟ مش عايز ترجعي حاجه مصر؟ تلاش تلاش لا مش مفوت لا لا مش بدك هون خلص طلع حدش خلق راسك حد خلق يا ساتر. رافائيل موجود اهو مراك مين دي؟ حنان اكيد مش بتاعتي دي انا هنا بس هاخدها حنان مين حاطه يا يا الصوره دي فين بتاعت هات الصوره بتاعت سفان انا هنا عبالك الدقيقه لحدا معك دقيقه انا عايز اجيب لكم التليفون سرقه كده مش هاخد كتير يا جماعه يعني المكالمه ب 2 دولار مش كتير واسالوا بره اسالوا بره انا عامل معاكم واجب ده المسرح بتاعنا اللي انت خدت فيه حنان اه انا دخلت بقى لا هو كان فاكر ان هايدي وعباس انا داخل شايفنا تحت في اوضه انا شفتكم انا شفتكم على التي في ان انتوا خلاص يعني يعني ثلاثه اتجمعوا في الاوضه هنا ونسيم معرفش فين ما شفتوش وحنان شايف انها هنا بس انا بقى ايه بمنتهى الثقه وداخل على اساس باخدكم انتوا بقى ما خدتش مال على طول لا فاهم يعني كده انا هناك فدخل كده فلقيت قلت ايه دخل كده ترامب قلت ايه ده قلت انا مذاكر غلط ولا ايه عارف حرامي غبي جدا يعني حرامي مذاكر ان انا هاجم غبي منه فيه انا شايف الموضوع فاهم هنهاجم من هنا دخلت لقيت اوضه ثانيه خالص ما تكلميش خالص كويس والله بدك نخلي حدا تاني يحكم كلماتكم حلوه نخلي حدا تاني يحكم روق سجل بدك تعطي بدك نحن المنافسه انا ونسيم هلا هيدا جيتاري بشوف جيتار مين احلى هيدا جيتاري قالوا هدايا كادو هو رح يورجيك مروان جيتار بتقلنا بتلعب جيتار اصلا؟ لا بتقلنا تبع مالك فرحان بيه كده بتقلنا وبتقلنا تبع مين احلى وانا بنام مرتاح اليوم ماشي نسيم قاعد علي جمعه هو من الكفر اصلا شكله بيقول ان في اوبا اوه يا يا تدفع كم قول جيتارك عليك 50,000 جنيه 50,000 اذا كان الجيتار اصلا اذا كان الجيتار اصلا ما شوف 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 دي بقى اسمه 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 خد بالك دي بقى بص يا مروان تطول شعرك قوي بقى النضاره حلقه فيه فاهم وتشتغل وراك حبيبي بس شوف حد خليك في الطبله دبكه انت مولع الدنيا بتحس ان هو بتشوف شوف 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 شفت باي نسيم باي نسيم باي وبعدين هو عنده 3 وانا عندي 4 انت عايز تقنعني باي طريقه ان جيتارك جامد انت جيتارك جامد جدا جيتارك اجمد يا نسيم فظيع ايه ده اللي هو عود الكتريك يا معلم ده في صرف انا في صرف في صرف طب عندنا اغنيه ايه محتاجين نسجل فيها لايف لو تيجي تظبطني يعني هلا عندي برايم في برايم انت بتلعب على العود كويس ما عندي عندك ده اظن في من الدراسه اصلا خد الايفال مفتوحه اوضه الايفال قول الله لا يا عم اوضه الايفال دي اصلا كلمه اوضه الايفال دي لوحدها بتعمل لي تقريبا خلاص انتوا عايزينها ليه؟ نازلين بتاع ده انتوا المفروض تبقوا اكتر ناس فرحانين ان هي خدت فيك كوره كمل هناك بس انا انت اللي دمرت كل الحاجات دي بسم الله ما شاء الله انت قلت لي مصمم تيجي مصر؟ اه مش هتعدي بالمطار صيفيه صيفيه هذه الصيفيه لا ان شاء الله تخلصوا صيفيه 2016 انتوا ايه تعبكم؟ ايه لسه محتاجين ايه؟ مفيش محتاجه اي حاجه؟ قولي لي مفيش بجد؟ عايز اي حاجه؟ انا محتاج بيت لسه وسياره لا عامة فعلا فعلا انتوا لسه ايه تعبكوا لسه ايه اي حاجه خلاص لا هو البرايم بكره هيعدي على خير وخلص البرايم هيعدي بكره هيعدي على خير ان شاء الله وهتفرحوا فبكره هتولعوا الدنيا اكتر وفي الفاينل تتبسطوا بقى ومع زمايلكم كلكم انا مشيت بقى عشان زهقت منكم اوكي باي لا باي حبيبي مش طويل مش عايز اي حاجه بجد ميرسي سلامتك حبيبي خلي بالك على نفسك بعتي عندي انا لازم اطول النهارده شوف لا خلاص انت كده خلاص سلم على ابتسام قوي يا عناي 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 شكرا انت نسيت ها احنا كنا بنسلم يمين يا بيه احنا في مصر دلوقتي حبيبي حبيبي يا سيدي